راح بغداد، راح بغداد، راح بغداد، راح بغداد، رياض من هنالك، رياض يا بغداد، وقول قول إلياي 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 إلياي، قول 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 إلياي يا بغداد إلياي، قول خلصها يا رئيس، خلصها يا رئيس، خلصها يا رئيس، أي 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 يا سلام، فزنا في يوم جمعة يا ناس، هو يوم أعظم أيام الله، فزنا في شهر جويلية أشهر شهور الجزائر والتاريخ، إنه شهر الاستقلال الذي فزنا فيه على أرض طيبة كانت فال خير على الجزائر. يا سلام، كما تتواصل هذه اللحمة ويواصل المنتخب الجزائري على نفس النسق بالنسبة للمواعيد القادمة. شيء الأكيد شيء ممتاز بالنسبة لهذه الدورة كأس أمم إفريقيا 2019 وأنها نظمت في بلد عربي والتتويج لمنتخب عربي، هذا ممتاز وهذا كسب بالنسبة لمصر على مستوى التنظيم، وكسب الكأس بالنسبة للمنتخب الجزائري. نحن سنعود، نقول مبروك وألف مبروك وشوية، نقول يعطيكم العافية وألف عافية وشوية، نقول شكرا وشوية، يعني في الحقيقة العبارات لازم نلقاهم كل يعني وشوية يعني بالنسبة للمنتخب الجزائري. في البداية أرحب طبعا بالضيوف، عبد الناصر البار مساء الخير، مبروك للجزائر. مساء الخير هشام، وألف مبروك لكل الجماهير الجزائرية والجماهير العربية، وان تو تري في فالاجيري دائما. عودة الابن الظالم مثل ما يقال، هذا الكأس يعني 29 سنة واحنا ننتظر فيها منذ 1990، اليوم الحمد لله يعني بوجود رجال في المنتخب استطعنا أن نعود نحقق هذا اللقب ويعود زيارته إلى الجزائر من جديد. رجال ونص. محمد الجزار مساء الخير. مساء النور عليك كابتن هشام. توقعاتك صحيح الحمد لله. مبروك لكل شعب الجزائر، مبروك لكل جزائري، مبروك لكل العرب. الجزائر النهاردة ما فازتش بمجرد لقب أو مجرد كاس، الجزائر فازت بقلوب وسحرت قلوب وعقول كل المصريين والعرب في كل أرجاء المعمورة بمنتخب محترم ملتزم منضبط، فهنيئا لهم هذه الكأس عن جدارة واستحقاق، وإن شاء الله بداية لعودة الكرة الجزائرية والمنتخب الجزائري للمسار الصحيح إن شاء الله. حسام حاج علي مساء الخير. حسام مساء النور هشام، مبروك لمحارب الصحراء، مبروك للمنتخب الجزائر. في الأخير نقولوا حاجة واحدة، المنتخب قول. الأفضل هو اللي فاز بالبطولة، صح، الكرة أعطتهم حقهم، كانوا الأفضل من الدقيقة الأولى إلى آخر دقيقة، لذلك بطولة باستحقاق من أول مباراة إلى آخر مباراة. دعوني أستقبل اليوم في مسك ختام مساء أفريقيا طبعا الزميل المحلل الجزائري رفيق الصيفي، شاهدته أمس في بعض استعراضات الكروية في لمة كروية. مبروك مبروك ألف مبروك. مبروك علينا الجزائر وكل العرب. مبروك تفضل يعني كل العرب كانوا يساندوا فينا وكانوا ينتظروا فينا والحمد لله. أقل شيء يعني أقل شيء بالنسبة للمنتخب الجزائري الحمد لله، المساندة لازمها تكون يعني بالنسبة للجزائر وأي منتخب عربي يكون يكون موجود، لكن منطقي هذا فريق فعلا ينال الاعجاب، ينال الرضا، ينال الاعجاب يعني على جميع المستويات. اليوم شاهدناه في وضعيه بطوليه. لا الحقيقه اليوم شفنا محاربي الصحراء باتم الكلمه، يعني كانت فيه رجوله فوق ارضيه الملعب، كان فيه يعني قتال فوق ارضيه الملعب، يعني عندما تسجل في بدايه المباراه خاصه في الدقيقه الاولى من الصعب يعني حتى في ذهن اللاعبين شفنا فيه تراجع، حفاظ على الهدف، صمود لاعبين شفناهم تراجع كثير، حتى الاروقه حتى مثل ما تكلم عن محرز ولا او فيه صلابه، يعني لعب جماعي ككل ككتله كنا ندافع وكاننا ندافع على شيء كل جزائريين ينتظروا فيه، يعني الدقائق الاخيره وكانها كانت بقات 10 دقائق وكانها كانت تقريبا 100 دقيقه، ولكن الاهم والمهم في هذه هو التتويج، يعني التتويج عندما تتوج تنسى كل شيء، تبقى تفكر الا في الاجواء الفرحه، تفكر يعني كيف الدخول الى الجزائر، كيف الاجواء هي في الجزائر. والله انا تكلمت مع بعض
أصدقاء أجواء نارية في الجزائر. أكيد. احتفال لا يوصف. ما يمكن تكون كل أنحاء العالم، حتى في باريس، حتى في مارسيليا، في الجزائر، في تونس، في فلسطين، في كل أنحاء العالم. الحمد لله. أنا النقطة اللي جلبت انتباهي هي اليوم كعنوان يعني عزيمة اللاعبين. يعني العزم، وعندما نتكلم على العزم البطولية وعقدنا العزم أن تحقق الجزائر. وحياة الجزائر. ما أحلاهم الطليان كي تخلقوا كلمة كلمة جرينتا. حتى كي تخرجها عندها نوع من جرينتا. هي كلمة جرينتا. والحمد لله كانت يعني اليوم موجودة في عند المحاربين. أقول لهم يعطيكم صحة وبارك الله فيكم ويعطيكم يعني أعطاوا الأمل لكل جماهير وكل الشعب الجزائري، لأن اليوم الشعب الجزائري فرحان. هما فرحوا كل ربي فرحهم إن شاء الله. الجمال بالماضي بعد المباراة قال أنه الأكثر من البطولة وأكثر من التتويج، وأنه فيه جيل جديد وفيه كوننا جيل يكون حاضر بالنسبة للمستقبل وبالنسبة لمسيرة المنتخب الجزائري قادما. وهذا صحيح، يعني فيه أسماء، فيه لاعبين أخرين عاود رجعت هيبة المنتخب الوطني، عاودوا رجعوا عدة لاعبين وما زال فيه، لأن جمال هو اللي أعطى هذه العزيمة، هو اللي أعطى هذه الروح. لأن عندما يكون عندك روح المجموعة، تعايش المجموعة خارج الملعب وداخل الملعب، تحس أنه هذه مجموعة عائلة ليست مجموعة. عندما تكون عندك مجموعة قوية في غرفة الملابس تشوفها فوق أرضية الميدان، وهذا هذا هو اللي صنعه جمال بالماضي وكل الطاقم الفني والإداري واللاعبين وكلهم. ولهذا لا مظن حتى اللاعبين فيه مستقبل للجزائريين. في لاعبين مثل بن ناصر، الوناس، بوداوي، فيه عدة لاعبين يعني فيها خبرة فيه، ولكن مستقبل للجزائر إن شاء الله. والجزائر مثال يحتذى به، هو مثال ودرس لبقية المنتخبات العربية، وأنه الفريق الذي جاء إلى كأس إفريقيا بروح جديدة، بعزيمة جديدة، بلحمة جديدة، بانسجام جديد، وضح وأنه وأكد أنه إذا فيه كل هذا فالفريق ممكن يصل. فهو درس لتونس، لمصر، للمغرب، كل المنتخبات العربية اللي كانت موجودة في كأس أمم أفريقيا، وهو مثال يحتذى به. الجزائر اليوم هو مثال، هو نموذج لمنتخب مثال. لا هو مثال، خاصة عندما تدخل مثل ما قلت تدخل البطولة ولست بالمرشح الأول. ودائما الجزائر عندما كانت ترشح كمرشح أول لنيل البطولة كنا نخرج دائما من الدور الأول أو الدور الرابع أو 16، ولكن اليوم الحمد لله يعني البداية كنا نعرف أين مستوانا، وسيرنا مباراة بمباراة. كانت تقدر تقول صنع منتخب الجزائر أو مواصيف البطل بدأت تصنع من مباراة إلى أخرى. هذه هي اللي عندما تفوز على كوت ديفوار، تفوز على السنغال في دور المجموعات، تفوز على نيجيريا في نصف النهائي ليس من السهل، وتفوز مرة ثانية على السنغال وما بين أفضل الفرق والمنتخبات في هذه البطولة منتخب سنغال من الأسماء الموجودة. شاهدنا فنيته كبيرة، شاهدنا الفرديات ممتازة، ولهذا لما أظن حتى فنيتك أنت مش ناقصة يعني. شاهدناك البارح في لمة كروية للبيين في وقتنا حاليا، لأنه كل وقت حتى وسام ما زال بلمساته يعني ما يجريش كثير، ولكن تحركاته. لكن البارح شفنا بعض العروض لمسة منك. طيب هذه فرحة الجماهير الجزائرية، تبقى معنا ولا تحب تمشي؟ راح نفرح شوية من الجماعة احتفل شوية من الحلة، لأنه كان ضغط يعني، وأنا الحال الحمد لله مرتاح. خلي لك يشعل لك الحصة حسام وبن ناصر وجماعة جزار كلهم موجودين اليوم. الجرة اليوم ما عنده ما يجزر اليوم، ما في شيء يجزر كل شيء. عايز أسأل بس الكابتن رفيق سؤال صغير. عبد الناصر قبل مباراة كوديفوار قال لي احنا لو عدينا كوديفوار هناخد البطولة، انت شخصيا امتى حسيت قلت الكاس دي للجزائر خلاص؟ لكي ما نكذبش قبل البطولة. قبل البطولة عندما عملنا برومو هنا مع البين سبورتس كنا نتكلموا في يعني في الكواليس، تكلمت مع كان معايا حاتم شيبو ونتكلم، وقلت يعني تضحك وتهزر الجزائر يعني تمشي، كان عندي إحساس تمشي للنهائي وتفوز بالبطولة، لأن مثل ما قلت عندما لا يرشحون الجزائر تصنع أبطال والحمد لله. احنا كده نعمل فريق التوقعات كابتن هشام بقى.
نعمل فريق للتوقعات نضم الكابتن رفيق. هو التوقعات عندك ولكن التوقعات عندي هي صحيح تبقى توقعات لأن الله هو اللي يعلم الغيب والحمد لله. بعطيك خبر خبر جيد خبر طيب ممكن تنشروه عندكم في الصحافة غدا ستكون تغطية كاملة على القناة الإخبارية بي إن سبورتس لوصول المنتخب الجزائري والاحتفالات في الجزائر تغطية كاملة مباشرة مع المراسلين والكل. ف إن شاء الله نكون موجود في الجزائر معهم. أنت مسافر؟ أنا مسافر الطائرة الأولى بإذن الله. أي أوكي ما لا توصل على الاحتفال. نوصل نوصل معه إن شاء الله. أي خليك شكرا رفيق مبروك مرة أخرى وسلمنا على الجزائر إن شاء الله الجزائر دائما فرحانة والجزائر دائما في خير والانتصارات والتتويج. بلغ سلامي لكل الجزائريين وأعطيها هذه بن ناصر. هذه الناس مش اللاعب لا هذا عبد هذا عبد الناصر عبد الناصر لا بن ناصر عبد الناصر في الخير خليها في ناصر بنصرنا ان شاء الله.